تاني التلميذ اللي قتل تلميذا، لما تلميذ يقتل تلميذا هنا يعني هل نتخيل انه تلاميذ بنبعتهم حتى نصنع مستقبلا لهم، فيبقى تنشأ بينهم او حالة الجريمة تنمو مبكرة بهذا الشكل، وان يبقى عندي في قتيل وقاتل والقتيل والقاتل من التلاميذ، وانه التلاميذ بدل ما تنشأ بينهم علاقة طبيعية علاقة زمالة وفي هذه السن المبكرة ممكن تلميذ يقتل تلميذا بهذا الشكل. تعالوا نشوف الواقعة وبعدها نشوف تفاصيلها. يا صبرا زمانه طلع يا ولاد، زمانه طلع من المدرسه قال لي همتحن الصبر. يا جماعه رنوا عليه الصبر ابن عمري يا جماعه، ده واحد ده واحد. انا جالي الخبر بالتليفون وما عرفتش، ما بقتش عارف امشي بالتاكسي، مش عارف يعني مش عارف اروح فين واجيب منين. لما ابنك الوحيد كده فجاه يجي لك خبر منه في المشرحه تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ العكاز اللي انا كنت هتسند عليه، لان انا تعبت من صغري وانا شقيان، فقلت ابني وهو عمال يقول لي الصبح مديني نص كوبايه اللبن شارب نص حبيب قلبي، قال يا بابا انا جالي تليفون قال له محمد اتعور في المستشفى. المهم بعد شويه جالي تليفون قال ده مات، واللي ضربه قريب ابن اخت الجاريه، وعندي مشهوره ومفهومه على مستوى الحكومه كلها، مفهومه هي ايه، وعشان كده قرايبها بيعملوا اللي هم بيعملوه مش حمامهم، عشان لو في رضع كان ساعات بيعمل كده. ده متعود على السلاح لان عايش فيه، له العيله كلها سوابع اكل ومشجرات وطوات، والحكومه ما بتعملش حاجه.